صباح الخير صباح الخير ميلا، صباح الخير. متحمسة لليوم؟ اليوم كتير بدك تروحي مشاوير، كتير كتير. ايش عم تاكل ميلا هلا يا رولا؟ ميلا عم تاكل تفاح، وهي اول مرة ميلا عم بتذوق الفواكه، لانه انا بلشت لها من الشهر، من لما كان عمرها 4 شهور كانت عم بتذوق بس خضار، وهلا بلشت بالفواكه. هنن بيقولوا انه البيبي لازم يبلش بالخضار، لانه الفواكه كثير كثير سهل يحبها، فلذلك ميلا كان صار لها شهر عم بتذوق خضار بس، وهلا اليوم ميلا اول مره عم بتذوق التفاح. حبيتي؟ طيبه يا ميمي؟ طيبه يا روحي؟ ميلا والله شكلها حبت الاكل على الاخير. شوفوا تما، شوفوا تعبت تفاح. حبيتي الاكل؟ اليوم انا طلعت من الصبح حلقت شعري الساعة 10 الصبح مشان نخلص بكير ونطلع بكير ونخلص امورنا. عندنا كثير كثير شغلات لازم نعملها اليوم. جيت من الحلاق وبشوف انه لسه ميلا هلا عم تاكل ولسه ما لبست، بس رولا لابسه. هاي ميلا عم تنظف تما وخلصت، واخيرا بدنا نطلع. انت لازم تقومي تلبسي، لازم تقومي تلبسي. يلا تأخرتي 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 انتي. هاي كيفكم يا احلى متابعين، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون حماس كتير على الاخر، حناخدكم معنا، عنا كتير قصص رح نعملها اليوم. بدنا نروح اول شي، عنا موعد لميلا كتير متأخرين عليه، كان لازم نطلع يمكن من نص ساعة، هلأ الساعة صارت 1:15، من نص ساعة كان لازم نطلع وتأخرنا كتير، لانه اللي عنده بيبي اكيد بيعرف حياة مع بيبي شيء ثاني، يعني بنكون متفقين انه نطلع بهذا الموعد ولا مره بتزبط معنا. يوم تاخرنا هو دائما بنحط الحق على ميلا، يعني صار عندنا حد بصراحه، صار عندنا عذر نقوله لكل رفقاتنا وكل الناس اللي متاخر عليهم انه بسبب ميلا، ميلا عملت هيك. فاليوم ميلا عندها موعد مع منظمه للاطفال، مثل منظمه طبيه هون بهولندا. اذا انتم عم تشوفونا اول مره لا تنسوا تحطوا سبسكرايب للفيديو، اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك شير وسبسكرايب، شير وسبسكرايب، واكتبوا لنا بالتعليقات اذا حابين نصور شيء بالمستقبل، اذا حابين تشوفوا شيء نعمل شيء، فساعدونا بهذا الشيء، خاصه انه قناتنا جديده. وكمان نحن كثير كثير عندنا افكار جديده رح نعملهم على هي القناه، فاذا عم تحبونا يا ريت تدعمونا وتشجعونا لحتى نستمر بتنزيل الفيديوهات. دعمونا، خليكم معنا واحضروا الفيديو للاخر لتشوفوا وين حنروح اليوم. وباي. شلون كان الموعد؟ متذكر قالوا لي انه كل شيء كان تمام ونموها وطولها لميلا كان منيح الحمد لله، بس عطوني موعد للقاح، وانا كثير كثير بخاف من اللقاحات كثير، يعني واكيد لازم تروحي لحالك صح؟ هاي المشكله هلا وقت كورونا ما بيسمحوا الا لشخص واحد. هلا المهم انا كثير كثير جوعان، بدي الاقي محل بس ناكل فيه اي شيء. انا كثير جوعانه، ايش بدنا ناكل؟ بس لازم ناكل شيء سريع لانه السوق قرب يسكر. انت شو جبت لنا حتى؟ جبت لك كروسان، بس تسكيتة بين ما نوصل على السوق ناكل شيء مفرز، لانه كثير كثير جعنا يا جماعه. بشو جبت لنا اياها؟ لك اياها ساده وبالجبنه. انا بدي بالجبنه. لا الجبنه الي. لا الي. بدي تنتين بالجبنه الي، واحده بالساده. طيب يلا إلي. ما بتفرق معي. لا والله مسايره انت، والله مسايره. خلص خذي. اصلا انا بحب الساده كثير والله. ما بقى تطلع، يلا خلص خذي، والله زعلت عليكي. والله طيبة. هلا رح اشرح لكم وين رايحين نحن. هلا رح نروح على السوق. بيبي مش شرحنا لهم بالبيت؟ بالبيت شرحنا لهم. بس ما شرحت لهم بالتفصيل. انا عم تفصيل هلا بملوا. بس حاج انا قلت لهم رؤوس اقلام بالبيت. ما في داعي، خلص رؤوس اقلام بتكفي، بالله عليكي حاجة. بس انا حابة احكي بالتفصيل. ما في داعي. ليش خليني؟ احكي ما حنزله بالمونتاج. يو طيب عم لسه ما سمعتني شو بدي احكي، بجوز احكي شيء مفيد. لا لا ما شيء مفيد، والله بدك تعيدي نفس الشيء. يا جماعة إذا تنزل لها هذا المقطع وتكمله رح أسرعه على الله. لا لا حسوم. يا جماعة أنا كنت بدي أقول لكم إنه اليوم أنا هلأ حابة أخذ رأيكم بشيء. بصراحة أنا حابة أعرف رأيكم إذا أنتوا حابين بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات، إنه نصور لكم يومياتنا أكثر، أو أصور لكم ميلا أكثر، أو بتحبوا مثلا نعمل فيديوهات مقالب وتحديات. عن جد يا جماعة خبرونا إذا في شيء ببالكم، قولوا لنا بالتعليقات، يعني إذا حابين نصور لكم شيء معين من الفيديوهات، شيء حابين تشوفوا عنا يعني. أنا حابة أخذ رأيكم إنه أنتوا شو الأكثر شيء بتفضلوا. هلا أخيرا وصلنا على الباركينج ورح ننزل ميلا، نتجه على السوق. وهي ميلا نامت كمان، كل ما بنطلع بالسيارة الحل السحري فورا بتنام. بس بعكسك بعكسي نسيت.
والله صعبة يا رولا، صعبة صعبة. شكلك وهي حتى الإشارة لازم تتبعك فيك، بس فتحت الإشارة لحالها حظ. تعي تعي بسرعة. حسون وين رايحين هلا؟ الحين اشتري لها لبس لهالمزيونة. خلي تتلبس على الصيف. الجو كتير كتير حلو، مع انه الصبح كان مطر. انا فكرت انه اليوم حيكون الجو ما حلو، يعني الصبح كان مطر وغيوم وفجأة تحول الجو لصيف وشوب كتير. مع انه بالعادة بالعكس كل ما بنطلع بينزل مطر، بيكون هي اول مرة بينقلب الجو. المرة ضبطت معنا. طلع عليها حسام، شو رأيك بالطقس اليوم؟ والله الطقس محمر مرتفع قليلا عن الرتقة شوب. بجنن والله. شو رأيكم اي واحد احلى؟ بس هاد كل واحد شكل صح؟ ما بصير انا اقول يعني هيك تحت الجينز. اه اوكي حلوين حلوين. شو رأيكم بهي البلوزة اللي عم بيقيسها حسام؟ شو حبيتها؟ بس انا في وحدة ثانية حاببتها بدي اياك تقيسها. في هاي كمان. في هاي بس بتشبهها صح؟ بتشبهها بس انا كأنه حسيت هاي احلى. لا هيك احلى. اوه انا كثير حبيتها حسام، كثير حلو هي اكيد. لا انا ما حبيتها بصراحه. اي بس ما عندك هاللون، ما عندك بيج. بس ما حبيتها، ما بعرف. انا كثير حبيتها. شو رايكم؟ اي وحده ياخذ؟ اي وحده اخذ. انا رايي رايي خذ البيج والبيضة. لا راح اخذ. حسام اي وحده اخذت بعدين؟ كلهم. بالاخير سمع كلمتي واخذ الثلاثه. مبسوطه انت؟ مبسوطة؟ لا تحطي ايدك بتمك. ها خطأ. هلا رولا دخلت تقيس الغراض اللي بدها تشتريها وتركتنا انا وميلا برا عم نستناها، وهي ميلا عم تبزق وبزق تعبت الدنيا وانا مضطر استنى رولا لتمس حلق. يا جماعة صرنا ساعة عم نستنى انا وميلا. شوفوا شوفوا ميلا ضاجت، ميلا ضاجت كثير ضاجت، وانا كثير عصبت وضجت. ساعة على الكاشير والدور كان كثير كثير طويل. وهي رولا اجت على محل جديد عشان تشتري لها لميلا كمان، ما شبعت من محل واحد. اي واحد بدك لميلا؟ هذا احلى ما؟ شو 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 كمان. انا ما بفهم بالمايوهات انا. حياة الحياة يا ربي الستة. انا كنت عم بتسوق، صار لي ساعة ما بقى الاقي لحسام، ما بعرف وين اختفى، عم دور عليه. يمكن شفته. حسام شوفوا ميلا نحسته ما عم تنام. حسام اشتقت بالتسوق اليوم كثير، استمتعت كانه كنت طالع جوله سياحيه على البحر. انبسطت ما؟ كثير كان يوم حلو كثير. بتمناها لكل شاب اللي عم يتابع هالمقطع، شعور كثير حلو يا شباب وجربوه. الله لا يحطكم بهالموقف. سلام. باي. رولا بالايس كريم؟ يس. يا جماعه انا ما بحب الايس كريم بس خلتني اشتري غصب عني. انا اذا المشوار ما في اكل ما بنبسط، هلا انبسطت. هلا كيفك. يلا. شوفوا حسام شو عم يعمل، بوصل شو عم تعمل مستك؟ ليك عم تعمل صارة شوربة هاي. هاي مو بوزة، هاي شوربة. بس مالك اشتريتها، يا ريت اكلتيها انت. بس هاي مو بوزة صارت. شوفوا ميلا، ميلا قاعدة هون وعم تستنى ببلونتا، هلا بدي اعمل لها اياها. ميلا مبسوطة؟ هاي ميلا عم تشرب حليب بايدي لانه ما بتصور. وما احلى فيو، ميلا عم تشرب حليب. يا جماعة شوفوا شوفوا رولا معصبة. ليش معصبة رولا؟ احكي لها. اليوم رولا معصبة دبل تعصيب، تعصيبتين، هاي التعصيبة الثانية بهالنزلة. ما لحقنا يا جماعة محل تبع ال انا معصبة شان صحة. ايه يا حسام، هاي اليوم ساعدتك بالتسوق بس نرجع على البيت رح اطبخ لك احلى طبخة. والمطلوب؟ المطلوب انه ما تنتقم مني بعد مقلب التجاهل، ما بدنا مقالب. لا في انتقام شديد. لا خليك. وين كرامتي انا؟ عملت فيني نقلة؟ خلص عم راضيك يا حسوم وخلص. شو ما بدك بعمل؟ طيب شو الطبخة؟ يبرق؟ كبة؟ والله هلا بفلك ورق عنب بس بشرط بكرة. لا هلا بدك تعمل لي بيضتين مقليات على الغاز. تقلي تفضل يا حبيبي. هاي ميلا عم تراضيك كمان. ميلا ما في مثلها. أنا عم بشتغل تعلوقة عندك هلا امسك لك اياها. طيب بدي ورجي الناس شو جبت لها لميلا. شوفوا جبت لها هذا البنطلون ومعه هي. أنا ولا صح؟ لا صح. معه هاي البلوزه الحلوه، ولسه كنت ناويه اجيب لها كثير اغراض بس مثل ما قلت لكم ما لحقنا. وجبت لإلي كمان هون، ما بعرف رح تشوفون، جبت جينز وجبت تي شيرت بيضه. وهذا كان الفيديو اليوم حبايبي، ان شاء الله تكونوا حبيتوه.
اليوم صار معنا كثير شغلات بشعة، ولولا لساتها معصبة ومتضايقة، فما بعرف كيف حنراضيها. هلا بس ترجع على البيت وتفتح الاغراض اللي اشتريتها رح تروق، بروق المزاج. التسوق هو الدواء، هو دواء كل امرأة وهو وجع كل رجل. نتمنى يكون عجبكم الفيديو لليوم، كنا حابين نحط اشياء اكثر اليوم، كان الوقت قصير. نتمنى اذا عم تعجبكم فيديوهاتنا تتابعونا وتعملونا لايك وشير وسبسكرايب. استناكم بالفيديوهات الجاية، وهي باي من ميلا. باي.